له النفوذ والتأثير في داخل المحافظات. من يفوز في هذه نعم المقاعد، عدد أكبر من المقاعد وأيضا منصب المحافظ، هو الذي سوف يكون له الحظ الأوفر في انتخابات مجالس النيابية. وبذلك أعتقد أن الانتخابات هي معركة تخوضها هذه القوى نعم السياسية من أجل النفوذ والسيطرة نعم في المرحلة القادمة، أو في طبيعة النظام السياسي، من أجل أن كلها نفوذ وتأثير. لن تدرك جيدا أن من يخسر الانتخابات أو يتراجع سيكون نفوذه وتأثيره ضعيف، نعم وهي تمهد لعملية هاي خلينا نقول استباقية للانتخابات النيابية. نعم